يقول صاحب هذا السؤال: هل يمكن الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة في ذبيحة واحدة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أراد أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، وهذا الذي يعرف عند الفقهاء بالتداخل في الأحكام أو بالتشريك في النية، فقد اختلف الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، هذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند أحمد. حجتهم أن كلا من العقيقة والأضحية عبادة مقصودة لذاتها، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، فلكل واحد منهما سبب يختلف عن الآخر، فالمقيد لا يجمع مع المقيد. هذه قاعدة، السنة المقيدة التي هي الأضحية لا تجمع مع السنة المقيدة التي هي العقيقة. وذهب بعض أصحاب هذا القول أنه من فعل ذلك، أي أنه من جمع بنية واحدة في ذبيحة واحدة بين العقيقة وبين الأضحية، ذهب بعض من قال بهذا القول إلى أنه لم تحصل له واحدة منهما. وهذا قول ابن حجر الهيثم الشافعي، وقول الحطاب والقرافي، المالكيان وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة، هذه رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب الأحناف، وبه قال غير واحد من أهل العلم كالحسن البصري وابن سيرين وقتادة وغيرهم رحمة الله عليه. الحجة أن المقصود هو التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله بالذبح هو حاصل في ذبح الأضحية وفي ذبح العقيقة في شاة واحدة. وقالوا إن هذا الأمر من باب التيسير على الناس، والذي يظهر والله تعالى على وأعلم أن الخروج من الخلاف والاحتياط الشرعي هو أن نقول بعدم جواز الدمج والتشريك بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة. من تعذر عليه مثلا ولا يستطيع أن يقتني لكل واحد منهما ذبيحتها، فليبادر بالأضحية العيد، لأنها موقوتة، محدد وقتها معلوم. أما العقيقة فيجوز فيها التأخير إلى حين التيسير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.